اللي حسمها بوتريكا في اللحظات الاخيره في رادس 2006. 2006 كان عندك كام سنه وقتها؟ 2006 دلوقتي 30 كان عندي 14 سنه. ممكن شفت المباراه دي فين؟ كنت في الملعب. كنت في الملعب الجمهور. كنت قاعد في المدرجات ولا قاعد؟ لا جنب ورا الدكه بتاعت الصفاقسي. ورا دكه الصفاقسي وانت كان كلها مشاعرك وقلبك كلها دلوقتي مع كان في الوقت ده مع نادي الصفاقسي. اكيد اكيد يعني لا المجموعه اللي كانت عنا في 2006 كانت مجموعه لا كان عنا فريق يعني لو كنا خدنا افريقيا كنا لا كان فرق معاك كان هيفرق اكيد لكن هي الكوره. طيب عايز يعني افكرك بلحظه هدف ابو تريكا وانت قاعد ورا الدكه يعني علي معلول عمل ايه في اللحظه دي؟ انت تيجي على المشاعر مشاعر طبعا. خلي بالك احنا بنتكلم عن نادي الصفاقسي نادي كبير جدا ونادي ليه تاريخ ونادي ليه نجوم. احساسي نفس الاحساس احساس علي معلول في اللحظه دي احساسي كما الناس كل يعني مش مصدق يعني تمسك انت الملعب 90 دقيقه 92 حلم تبخر لا كان احساس صعيب الصراحه ما نجمش نوصف لك الاحساس اللي حسيته. نتمنى ان ندخل الملعب نعود اللقطه من اول وجديد لا صحيح. لكن هذيك هي كره القدم فيها الحاجات الممتازه وكما فيها الحاجات اللي لكن الحاجات اللي تقويك تخليك السنه اللي بعدها لازم ترجع اقوى. شادي محمد كره طويله في عرض الدفاع التونسي لمسه من عماد متعب مرتده تصويب وجول جول جول جول. الهدف الاول للنادي الاهلي محمد ابو تريكا يخطف الهدف هدف غالي جدا فرحه كبيره في الجهاز الفني للنادي الاهلي والمايسترو محمد ابو تريكا بكل تاكيد يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الغالي هدف قاتل هدف تراجيدي. قلنا مشاهدينا الكرام ستكون النهاية تراجيدية ستكون النهاية دراماتيكية على أحد الفريقين وهذه الكرة المرتدة يسارية قاتلة جدا من محمد أبو تريكة في شباك الحارس. يعني دايما اللحظات في كرة القدم الصعبة هي اللي بتديك هي تديك الانطلاق القوة بعد كده بعد كده ان انت تعمل حاجة كويسة. علشان كده كنت بقول لك المثل بتاع أنيس بوجلبان لما خسر البطولة دي وخسر اللي بعدها مع الأهلي ما استسلمش كان عنده إرادة وتحدي كبير جدا انه يحقق البطولة فعلا يعني مع الفريق مع نفس اللي حصل لي انا دلوقتي انا مرتين اتصاب قبل النهائي 2017 2018 واللي بعديه مع كارتيرون مسيو كارتيرون لا كان بقى لسه هنتكلم على الفترة دي انا بقول لك يعني لازم ان شاء الله السنة ان شاء الله النادي الأهلي يعني حظه سيء وعلي معلول حظه سيء انه يفقد يعني افضل لعيب عنده وكمان كنت وصلت لفورمه كبيره. بعد مرحله الصفاقسي دي مرحله يعني علي معلول اكتسب فيها الخبرات تقل بمعنى كره القدم في الملعب هيخوض بقى مرحله جديده مرحله الاحتراف في نادي كبير. سالت الكابتن شهاب الليلي سالت أنيس بوجلبان كله اداك الخبرات اللي عندهم ويعني وشجعوك على